احنا من حافة، بس احنا يعني عايشين بمخيم بلاطة. طال اسل واد الحوارث، واحنا اصلنا من راس العين اللي هي بتيجي عند يافا وتلعبين. ولدت في مخيم بلاطة، الاصل يافا. من مخيم بلاطة، قبل كنا في حيفا. انا نفسي ارجع بلدنا حيفا. بالاصل انا من مجدل الصادق، مجدل يابا، قضاء راس العين. بحكي لكم انه جاج الاحتلال انه اخذوا ارضنا وقلعونا منها وطخوا الناس شباب، ونامل بالعوده ان شاء الله.